مستعدون لنبدأ مغامرتنا هذا اليوم يا أصدقاء؟ لكن أولاً اضغطوا على زر الاشتراك كي لا تفوتكم أي حلقة من حلقات كاتري الجديدة. هيا بنا لننطلق الآن. اسمعوا خرير مياه النهر. اسمع، عندما تلعب هذه اللعبة عليك وضع الصخرة هكذا، فإن سقطت كنت خاسرا. أتفهم؟ أجل دوري. سنبدأ، أنتما مستعدان؟ هيا. أحسنت يا مامي. ما خطبك؟ أنسيت أنهما خصمان لنا؟ قد حان دوري الآن. لا يمكنكما هزيمتي. لا، كسر صخرتي يا دوري. مرحبا، ربحنا في اللعبة. لنلعب مرة أخرى. ولكن كيف وصخرتكما كسرت؟ سأحضر واحدة جديدة وسأختارها قاسية جدا لأهزمكما بها. هيا بنا، تعال. هذه الصخرة صغيرة وهذه الصخرة كبيرة جدا. لماذا لا أجد صخرة مناسبة للعبة؟ رائع. انظري إلى هذه الصخرة، أهي جيدة للعبة؟ أرى عليها نقوشاً ويبدو حجمها مناسباً، وليست ثقيلة جداً ولا خفيفة. وجدناها أخيراً، صخرة رائعة جداً. صخرتنا مذهلة، جميلة جداً وعليها نقوش كثيرة. حسناً، هذا غير مهم لأنني سأكسرها في جميع الأحوال. إذن لنلعب ونكتشف ذلك. حسناً، سأبدأ أنا هذه المرة. هكذا تلعب هذه اللعبة يا دوري، تعلمي مني. لكن كيف تحركت الصخرة؟ لم تصب الصخرة. دوري، تحركت صخرتك، هذه النتيجة لا تحتسب. عما تتحدث؟ هل يعقل أن تتحرك الصخرة وحدها؟ إن الصخور لا تتحرك. عليكما أن تسمعا كلامي، فأنا قائد اللعبة، لقد رأيت الصخرة وهي تتحرك. ما تقوله مستحيل. لما لا تصدقان؟ فقد تحركت من مكانها. انتبهوا جيدا، إنها الصخرة. الصخرة، ما مشكلتها؟ إنها تتحرك. ماذا؟ انظر، إنها لا تتحرك. بل تحركت، رأيتها، ثقوا بي. أخبرني، ما الذي أصابك؟ ما الشيء المميز في هذه الصخرة؟ إنها صخرة عادية. مرحبا. ترى أين أنا؟ ما الخطب؟ ماذا أصابكم؟ أمي، إن الصخرة قد تحركت وتحدثت أيضا. ولكن ما الذي يحدث هنا؟ إنه غيلم.
وهو ذكر السلحفاة يا صغاري. قلتي إنه غيلم؟ أجل، غيلم يعيش في المياه العذبة. مرحبا جميعا. مرحبا يا غيلم. كيف وصلت إلى هنا؟ تعيش الغيالم قرب النهر في الغالب. أنا لا أعلم، فقد كنت أخذ قيلولة قرب النهر ثم... نحن أحضرناه إلى هنا يا أمي لأننا ظنناه صخرة. أها، هكذا إذن. إنه يشبه الصخرة ليحمي نفسه من الخطر داخل حجرته. أنا آسفة أيها الغيلم لإحضارك إلى هنا، لم أكن أعلم. لا مشكلة، إن تشابه الأمر عليكم ثانية فافركوا على الحجرة واسألوا أنت غيلم أم صخرة، فقط هكذا، أفهمتم؟ أنت غيلم أم صخرة؟ جيد، وإن كنت أنا فسأجيبكم بأني غيلم، وإن كانت صخرة فستجيب بأنها صخرة. قد وصلنا. أأنت غيلم أم صخرة؟ أنا غيلم. أنا غيلم. أنا غيلم. له كثير من الأصدقاء. شكراً لكم يا رفاقي على إعادتي. انتهت مغامرة كاتوري هذا اليوم، نرجو أنها قد نالت إعجابكم، لكن مغامرات الأخوة الأربعة مستمرة، لذا اضغطوا على زر الاشتراك ليصل إليكم إشعار الحلقات الجديدة.